النهاردة عندنا رابع مباراة في المجموعة الأولى واللي بتضم جامعة دمياط وجامعة أسيوط وجامعة بني سويف والأكاديمية العربية. بعد ثالث مباراة الترتيب في المجموعة الأولى كالآتي: بني سويف أول المجموعة بست نقط و335 نقطة إجابة صحيحة، أسيوط تاني المجموعة بتلات نقط و155 نقطة إجابات صحيحة، دمياط ثالث المجموعة ومفيش نقط و205 إجابات صحيحة، الأكاديمية العربية رابع المجموعة ومفيش نقط و110 إجابات صحيحة. أول جامعة مشرفانا في الاستوديو من وجه قبلي، نرحب كلنا بجامعة أسيوط. جامعة أسيوط افتتحت عام 1957 وهي أول جامعة إقليمية على مستوى الجمهورية تعمل على إعداد خريجين مزودين بأصول المعرفة العلمية المتخصصة ومدربين تدريباً عالياً على المهارات المطلوبة مع توافق برامج الجامعة مع المتغيرات العصرية. تضم مختلف الكليات النظرية والعملية وبعض المعاهد العليا وقاعات مجهزة للمؤتمرات وقرية أولمبية ومدينة جامعية. هيمثل جامعة أسيوط في مباراة النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. بعد ما فوزنا الحمد لله في الماتش اللي فات خدنا ثقة في نفسنا أكتر، وإن شاء الله يعني حاولنا نشد على نفسنا أكتر برضو ونتفادى أي خطأ حصل المرة اللي فاتت، وإن شاء الله نقدم أداء أحسن. يعني أنا مبسوط جدا، كنت بيست بلاير في الحلقة اللي فاتت وجمعت 60 نقطة. أول مباراة لينا علمتنا إن إحنا ما نيأسش أبدا، كانت عندنا مشاكل في الفقرة الأولى حاولنا إن إحنا نعدلها عشان نقدم أداء أحسن في المباراة دي. الحمد لله المباراة اللي فاتت فوزنا وجبنا سكور كويس، بس عشان أول مباراة كنا متوترين وكان ضغط علينا وكانت البدايات صعبة، وإن شاء الله نلمن ناخد الثلاث نقط ونتأهل للدور الثمانية. النهاردة الفريق اعتمد عليا في فقرة تحت الضغط، حاولت أجمع أكبر عدد من المعلومات في مختلف المجالات علشان هي فقرة شاملة. الفريق عملوا لي تدريبات في الجامعة علشان أستعد للفقرة دي، وإن شاء الله هكسب أكبر عدد من النقاط علشان نكسب الفقرة دي. جامعة أسيوط الحمد لله على السلامة. عبد الرحمن البدري، الماتش اللي فات جبت كم نقطة؟ 60. أفضل لاعب الماتش اللي فات، نحيي كلنا. الماتش اللي فات كان فيه منافسة قوية بينك وبين تسنيم، تسنيم كان معاك كم نقطة؟ 50 نقطة. قولوا لي الماتش اللي فات مش إزاي من وجهة نظركم؟ كان ماتش يعني سبحان الله، انه كانوا في الاول متقدمين علينا دمياط خالص ما شاء الله عليهم، هم جماعه قويه جدا يعني، وسبحان الله ربنا اراد في الاخر يعني الحمد لله عملنا كومباك قويه يعني. بص بقى ماتش النهارده، عارفين ايه اللي هيحصل ولا لا؟ في حاله فوزكو ايه اللي هيحصل؟ ترشح انتوا هتتاهلوا مع جامعه بني سويف خلاص ان شاء الله. تمام ان شاء الله. وماتشكوا الثالث بينكم وبين بعض هيبقى هو اللي هيحدد مين اول المجموعه. لو النهاردة اتغلبتوا الوضع هيتغير. استعديتوا يا نوران ولا لأ؟ احنا ركزنا اكتر على الحاجات اللي وقعت منها المرة فاتت، ان شاء الله نجيب سكور كويس. جميل جدا. ابراهيم متوقع ايه ماتش النهاردة؟ متوقع ان شاء الله هيمشي احسن من الماتش اللي فات. فعلا علشان احنا ابتدينا الماتش اللي فات 155 نقطة، متوقع احسن من الماتش اللي فات ان شاء الله علشان احنا استعدنا. اتمنى لكم كل التوفيق، كلنا نحيي جامعة أسيوط.